يستخدم الشقيقان الفلسطينيان محمد ونور كفوف الأيدي والنقر بالأصابع الحانية للتواصل والتعاون في إدارة مخبزهما. يتواصل محمد وهو كفيف وأخوه نور الذي لا يسمع جيدا، يتواصلان عن طريق اللمس باليد والذراع لإدارة مخابز النور في قرية دير بلوط في الضفة الغربية قرب رام الله. محمد ونور كفيف وأصم، شقيقان فلسطينيان باعدت بينهما نوائب الدنيا وجمعتهما أيديهما، يديران مخبز العائلة في إحدى قرى الضفة الغربية. أنا وأخوي إن لغة خاصة، هو يعني عشان لا بيسمع ولا بيحكي، وأنا عشان بشوف إيش يعني إن يعني متفاهمين مع بعض، ربينا مع بعض، متواصلين مع بعض. فهل إنه إذا في يعني شغل المخبز يعني مثلا عرس أجم ربطة 15. محمد ونور يلجأان إلى كفوف أيديهما للتواصل، يذللان الصعوبات ويكمل أحدهما الآخر. السبب الآخر وراثي، يعني السيال قرايب، يعني أولاد عمام وأمي وعمتي بدايل، ويعني كل شيء يعني شجرة واحدة مثل ما يقولوها. استقلالية كبيرة يتمتع بها الأخوان حتى في صناعة الخبز الذي تعلما حرفته من والدهما، وعملا جاهدين على تطوير مخبزهما دون أن يكونا عبئا على العائلة. يعني هذا اللي بيخلي الناس تساعدهم أكثر وتهتم فيهم أكثر، يعني أنهم رغم أنهم كفيفين يعني بيشتغلوا زيهم زي أحسن خبازين في المنطقة جميعياتها، يعني ما أظن أنه بتلاقي زي هيك. يعني بصيرة وهمة عالية يتمتع بها الشقيقان تنير لمحمد حياته وتسمع نور طبول النجاح.